ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في رمضان في البيت على هوم سينما. النهارده هنعمل ستيفلر رياكشن جديد لمسلسلين، والمسلسلين على ما اعتقد هما اوفيشال تريلر ليس تيزر. الحمد لله خلاص قربنا ننجز في موضوع التريلر رياكشنز دول، بس لسه في اعلانات لمسلسلات تانية ما نزلتش زي لعبه نيوتن ومسلسل كوفيد 25 و مسلسل بتاع علي ربيعة برضو ما نزلش، وفي كذا حاجة تانية برضو لسه ما نزل، النمر، حاجات كتيرة لسه ما نزلش التريلر بتاعه، الوفيشل تريلر بتاعه. النهاردة التريلرز اللي احنا هنتكلم عنها هو اول تريلر مسلسل لحم غزال بتاع غادة عبد الرازق، والمسلسل التاني هو كفاح شعب طيبة او كفاح طيبة، المسلسل الملك بتاع ملك احمص. هنبدأ الأول بالتريلر رياكشن بتاع لحم غزال، وهو من تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد أسامة ومن بطولة غادة عبد الرازق وشريف سلامة وخالد محمود وأشرف عبد الغفور، عمرو عبد الجليل، محمد شاهين، وفي كمان مي سليم ووفاء عمر، وفاء عامر ووليد فواز وعرف عبد الرسول وخالد، كمان في كاست محترم يعني. مش عارف إذا كان المسلسل ده هيشدني ولا لا، انا برضو مستغرب، هو تقريبا من سينرجي الانتاج صح، مش عارف اذا كان المسلسل ده هيشدني ولا لا. يعني مع زحمة المسلسلات التانية يعني اللي موجودة معانا السنة دي، اتمنى ان هو يشدني، نفسي اتفرج على حاجة قوية كده زي ما اتفرجت على حدوتة مرة بتاع غادة عبد الرازق اللي كان من كام سنة. يعني المسلسل بتاع السنة اللي فاتت ما عجبنيش للأسف، اللي هو سلطنة المعز، كنت متوقع احسن من كده في اوله، كان حلو، وبعد كده بصراحة المسلسل ابتدى يبوغ برضو في النص. طبعا كالعادة ما شوفش المسلسل لحم غزال التريلر بتاعه ولا مرة، هشوفه معاكم دلوقتي لأول مرة على هوم سينما رمضان في البيت، يلا بينا. أنا هعمل كل اللي تقولي عليه. ما كنتش حب أعمل كده، بس أنت اللي أجبرتني. مين يا بنت؟ غزال السيد أبو عيد. وقتلت الواد ليه؟ انت امانك الوحيد انك تسمعيه كل اللي هو عاوز يسمعه. انا بدور مليون حبل مكتفني. وما انت معكوكة قوي كده بتشتكي ليه ست الناس؟ هي اللي شافته داخل علي صاحبتك دي، احنا نبلغ فيها البوليس ونلم رشام الناس اللي بيجروا وراها. لو النبي يا شوقي اوعى تعمل فيها كده. مفيش حاجه في الدنيا تخليك تعملي لنفسك اللي هتعمليه. اوعى تفاجئني بتطلب ايدي مني. اللي عملته ده لعب عيال، ولع الدنيا علشان خاطر بنت صايعه ضيعت صاحبي. انا هتجوز واحد بكرهه موت. لحم غزال. اوكي يا جماعة، الاوفيشال تريلر بتاع لحم غزال مش وحش، بس مسلسل هيبقى قوي على فكرة، مش هيبقى وحش، بس انا مش عارف اذا كان هتفرج عليه ولا لا، بس شكله هيبقى حلو بصراحة، يعني شكله هيبقى حلو، وعندي احساس ان المسلسل ده هيبقى احلى من المسلسل بتاع السنة اللي فاتت اللي هو سلطنة المعز. ما اعتقدش هيبقى بنفس درجة القوة بتاعت مسلسل حدوتة مرة، ما اعتقدش، بس عندي احساس ان هيبقى احسن من المسلسل بتاع السنة اللي فاتت بتاع سلطنة المعز ده. نسبة ترقبي للمسلسل، احنا قلنا ده اوفيشال تريلر، والتريلر اللي بعد كده هيبقى برضه اوفيشال تريلر. نسبة ترقبي للمسلسل هي 7/10، مش اكتر من كده. برضو زي ما كنت قايل من شوية، مش عارف هيبقى معانا في السباق الرمضاني السنة دي ولا لا، يعني مش عارف بصراحة. لو نزل له تريلر تاني هحاول اشوف لو هقدر اعمله تريلر رياكشن تاني، لو ما نزلش هي دي نسبة ترقبي، وما اعرفش اذا كان هتفرج عليه ولا لا. ده بالنسبة لي مسلسل لحم غزال. بالنسبة لي المسلسل التاني اللي كل تقريبا الناس مستنياه هو مسلسل كفاح شعب طيبة او كفاح طيبة للملك احمص، مسلسل من تأليف هي قصة طبعا نجيب محفوظ، الراحل نجيب محفوظ، ومن تأليف شيرين دياب ومن إخراج حسين المنباوي، وهو من بطولة عمرو يوسف، ومعانا في الكاست ليست صبا مبارك، محمد علاء، ماجد المصري، محمد فراج، ريم مصطفى، ومعانا كمان ياسين السقا، أمير صلاح، محمد لطفي، في برضو كاست ليست محترم، وفي كمان ريم مصطفى. التريلر بتاعه نزل امبارح وعمل ضجة جامدة قوي بصراحة، انا يعني متشوق ان انا اتفرج بصراحة على التريلر، واو، حابب ان انا اشوف
حاجة جامدة يعني بصراحة، واشوف التطور بتاعنا لو هيبقى فيه تطور في المسلسل. من حيث اكتر حاجة شداني في المسلسل ده حاجتين، مش التمثيل، الدايركتنج والبرودكشن ديزاين. هيبقى لوكيشن هيبقى عامل ازاي، او الكاستيوم ديزاين هتبقى عاملة ازاي، والبرودكشن ديزاين هتبقى عاملة ازاي. بيرفورمنس مش عارف، هشوف الاول تريلر وبعد كده هتكلم على البيرفورمنس. طبعا كالعاده ما تشوفش التريلر ولا مره بتاع مسلسل الملك كفاح طيبه، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره على هوم سينما. يلا بينا. شعوب كتير كانت نهايتهم الهزيمه، لكن هزيمتنا كانت مجرد البدايه. يأمر الملك فيس سقن الرع بتسليم تاج طيبه حيث لا ملك الا هو. البلد دي مش زي اي بلد تاني، جيش الهكسوس بينتصر دايما، ونحن لا نهزم، ننتصر او نموت. عايز تعمل جيش وفاكر ان الهكسوس نايمين مش هيعرفوا؟ حياة الذل موت. دلوقتي بقيتش انسان عادي، انت رمز. مش عايز اشوف الخوف بالموت في عين حد فيكم. احنا هننتصر، هننتصر لاننا بنحارب عشان اهالينا، بنحارب عشان ولادنا، حارب عشان بلدنا. والنهارده هنخلي العالم كله يشهد ان المصري ما هزمش الهكسوس وبس، لا، المصري هزم الموت. واو، ايه التريلر ده يا جدعان؟ واو، اديني في الحاجات النظيفة. بصراحة مبسوط فشخ، مبسوط فشخ. الاعلان حلو جدا، بس انا بصوا في حاجة لازم اقولها، اصلا لو ما قلتش الحاجة دي ممكن يعني هيحصل لي حاجة. بصوا، هو انا مش عايز ابان ان انا يعني اللي هو المحنك زي ما بيقولوا، او اللي هو خلاص يعني لازم تركز في كل حاجة، بس انا عندي استفسار صغير. يعني هو ايام الفراعنه يا جماعه، يعني انا يعني انا بصوا انا حابب، بحب التاريخ وبالذات التاريخ الفرعوني، تمام. انا مش عايز اقول ان انا فشيخ فيه، بس انا بحب التاريخ الفرعوني، وعلى حسب ما قريت من التاريخ الفرعوني وعلى حسب ما علمي من التاريخ الفرعوني، هو الفراعنه زمان كان عندهم دقن. ده اللي انا عايز اساله، لان اللي انا اعرفه ممكن يكون انا معلومتي غلط، يعني لو انا غلط صلحوا لي في الكومنتس. اللي انا اعرفه ان الفراعنه زمان اساسا كانوا بيكرهوا الدقن، لان كان اساسا الدقن دي كانوا بيعتبروها، يعني سوري في اللفظ اللي انا هقوله، كانوا بيعتبروها وساخه، تمام، يعني ما كانوش بيحبوا موضوع الدقن، فدايما كانوا بيشيلوها، تمام. ده اللي انا اعرفه، الله اعلم، ممكن يكون انا المعلومه دي بتاعتي انا غلط، فلو انا غلط يا ريت حد يصحح لي في الكومنتس، تمام. ده اللي انا اعرفه. وقصة الكابوريا بتاعت عمرو يوسف ماشي، بصوا انا مش في حاجات ماشي مش عايز اتكلم عليها، بس انا بصراحة تمام، انا عاجبني التريلر صراحة، انا عاجبني التريلر، وعاجبني ان بصراحة مصر في تقدم بصراحة فشيخ في التريلرز وفي مسلسلات رمضان وفي الافلام. سينرجي بصراحة مزبطة، يعني مزبطة اسمه ايه ده، مزبطة الأعمال بتاعت مصر، سواء سينما أو سواء مسلسلات رمضان. فلا بصراحة شابوه يعني ليهم، واو، أنا بصراحة مبسوط. وسبب مبارك أنا شايف إن هي هتليق على الدور، وري مصطفى برضو قلبي هتليق على الدور. مسلسل شكله هيبقى جامد بصراحة، وبالعظمة اللي أنا شفتها دي، بالعظمة اللي أنا شفتها، احتمال كبير بنسبة 90% ده هيبقى أول مسلسل هيخش معانا في مسلسلات رمضان من الحاجات اللي هتفرج عليهم، احتمال كبير بنسبة 90%، تمام. لأن بصراحة مسلسل معمول حلو، الديزاين شكله نظيف، يعني الديزاين شكله نظيف بصراحة من وجهة نظري، ومصروف عليه. وحاجة تانية برضو عايز أقولها عن عمرو يوسف، معلش
سامحوني لازم اقولها لان لو ما قلتهاش ممكن يحصل لي حاجه. انا مش شايف من وجهه نظري عمرو يوسف ممكن يكون كبرفورمانس، ما اعرفش هيبقى عامل دور حلو ولا لا، بس انا لو جيتوا تسالوني انا كعمر لو شايف حد تاني مكان عمرو يوسف كان ممكن يبقى مين في المسلسل، هقول لكم حد واحد بس، يعني لو كان موجود المسلسل كان هيعدي التوب التوب. مكان عمرو يوسف كان لازم يبقى موجود خالد النبوي، ده من وجهة نظر الشخصية. لو خالد النبوي كان موجود مكان عمرو يوسف اتفرج على احلى بيرفورمنس هيطلع منك معلم في المسلسل ده، انا متأكد 100%. نسبة ترقبي للمسلسل تمام هي 9/10. ده من اكتر المسلسلات السنة دي اللي حقيقي التريلر بتاعها عجبني، وعجبني قوي البانش لاين اللي كان في الاخر والتشجيع بقى ومصر هنكسب الهكسوس وبتاع. فأنا بصراحة مبسوط، يعني مبسوط من اللي أنا اتفرجت عليه. باحتمال كبير بنسبة 90% المسلسل ده هيبقى معانا إن شاء الله بإذن الله في رمضان 2021. بس ما عنديش أي حاجة تانية أقولها عن مسلسل كفاح طيبة أو الملك ومسلسل لحم غزال. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم إن شاء الله. أشوفكم في فيديوهات تانية قريب، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير لو الحلقة عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون. ما تنسوش يا جماعة تعملوا له سبسكرايب، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بعد إذنكم، اعملوا لها سبسكرايب للشانل التانية. اللي بيحب المحتوى الألعاب الرعب والقصص الرعب هتلاقيني سايب اللينك بتاع الشانل بتاعها في الديسكريبشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكريبشن. باي باي.